السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج أحاديث خير الأنام لليوم 21 من شهر رمضان المبارك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألقاكم في حديث آخر بحول الله تعالى من أيام رمضان. سلام.